أقوال وحكم عن الصمت. يحتاج الإنسان إلى سنتين ليتعلم الكلام، و50 سنة ليتعلم الصمت. الصمت هو المحاولة الأخيرة لإخبارهم بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم. لا تصمت عن قول الحق مهما كان مراً، فعندما تضع لجاماً في فمك سيضعون سراجاً على ظهرك. لا تصمت عن الحق وسترى كيف سيكرهك الجميع. الصمت هو النقطة الأخيرة لكل الأشياء الموجعة. الصمت هو الصديق الوحيد الذي لم يخونك أبداً. أصمت وفي داخلي 1000 قصة، الكتمان هو رفيقي الأبدي. بعض الكلام قد تصمت عنه ليس لعدم وجود الرد المناسب، بل لتدع الرد يصل مع الأيام دون أن تنطق بحرف. اختر الصمت كفضيلة، لأنك بفضله تسمع أخطاء الآخرين وتتجنب أن تقع فيها. عامل الناس بأخلاقك ليس بأخلاقهم. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.